بداية الكلام اللي انا اتكلمت يعني كنت بتكلم مع اخواتي ماشي، فقالوا لي ارجع والكلام ده وشوف انت عايز انديها لك والكلام ده ومالكش دعوه باي حاجه ارجع. قلت لهم ما عادش ينفع لنا ارجع اصلا، لان اصلا يعني اجي ابص لها انا كنت عايز كده اصلا، هم صدقت ان انا اسلم ارجع تاني ازاي؟ هم عايزين نرجع وانا مش عايز ارجع، انا ما صدقت، كنت بجري ان انا اشهر اسلامي وكنت اسيب عيالي وزوجتي واشهر اسلامي، بس ربنا اساء ان هم يجوا معايا والحمد لله زوجتي جايه وموافقه انها تسلم كمان وعيالي كذلك، يبقى ارجع تاني ازاي؟ يبقى فجاه لقيت اخواتي اتكلموني والكلام ده، تعالى لو عايز فلوس خدها ولو عايز شقه نجيب لك شقه وتعيش معانا والكلام ده ما تسيبناش والكلام ده، وقعدوا يعيطوا كتير قوي. ما طبعا ده الاخوات مرة والكلام ده افهمهم ازاي؟ ما مش مشكله ان هم مش هيفهموا، يعني نفسي ان هم ربنا يهديهم ويبقوا زي، نفسي ربنا يهديهم، انما الهدايه ديت ما بتجيش عندهم اصلا. هقول لهم ايه طيب؟ هقول لهم تعالوا اسلموا وما شتموا كويسين؟ طبعا من ربع المستحيل. خلوا القسيس يكلمني، طبعا كلمته طبعا السلام والنعمه يا ملاك والكلام ده، كلمت القسيس مش ناوي تيجي؟ قلت له هاجي. هقول له ايه؟ الاساس بتاعنا في الكنيسة بتاعتنا الاساس بطرس يعني. الكنيسة الثانوية يعني معروف. هقول له ايه؟ يعني هقول له ان انا ما صدقت اني اسلم؟ انا كنت عايز اسلم وانت يمكن عارف، هو يمكن اقرب واحد عارف ان انا نفسي اسلم من سنين يعني. ممكن هو حاسس بالكلام ده. ماشي، ممكن هو عارف كل حاجة كمان الأساس، يعني الأساس بيبقى أصلا عارف كل حاجة، وعارف اللي بيخش الكنيسة مين واللي بيروح الكنيسة مين واللي بيروح ليه والكلام ده. إنما هو زي كأنه فعلا بيقرا اللي بيخش الكنيسة وبيروح الكنيسة ليه والكلام ده. كلمني عايز فلوس اللي انت عايزه، مش انت تبقى عندي، تعالى خد اللي انت عايزه والكلام ده واقعد معانا والكلام ده، طب هات العيال ماشي، خد الفلوس اللي انت عايزها. قلت له مش عايز اي حاجه ولا هتيجي. قلت له ربنا يسهل هبقى اجي والكلام ده، تعالى يا ابني اقعد في وسطنا والكلام ده. قلت له ربنا يسهل، ما انا مش هقدر اقول له ان انا مش جاي. هقول له ازاي؟ جم اخواتي اتصلوا عليا كلهم، انت عامل ايه والكلام ده، تعالى اقعد في وسطنا والكلام ده. قلت لهم مش هاجي، ما ينفعش ان انا ارجع، ما ينفعش، انا بقدر الامكان ما ينفعش. انا جيت لما جيت يعني قلت لاخواتي، قلت لهم انا عايز تلفزيون ومروحه من قلب الشقه، حاجتي. قالوا لي خلاص هنجيب لك التلفزيون والمروحه والدش بتاعك من قلب الشقه. اول ما شافوني قعدوا يصوتوا ويقولوا الله امشي من هنا. ما بالك بقى لما الاساس هيشوف، دول اخواتي، الاساس بقى لو شافنا يقول عليا ايه؟ قليل ما ضربني بالنار، ده قليل يعني ما ضربني بالنار. اصل هقول له ايه؟ انا لو اتكلمت معاه هقول له ايه؟ هقول له ايه يعني؟ هو القسيس هيشوفني كده ويقول لي بقى تعالى يكلمني؟ مش هيكلمني طبعا، ولا عمره هيكلمني، بالعكس عمره ما هيكلمني، لاني سامع الناس بيقولوا ان هو عايز العيال باي طريقه وعايز يوصل لك باي طريقه، لان عارف ان هو يقدر يرجعني، هو ممكن يرجعني بس هو ميت بقى، لان انا ما صدقت اصلا اني اسلم. الحمد لله يعني ده اكبر خطوه انا قضيتها في حياتي كده، الخطوه دي ما كنتش عارف كمان همشيها ازاي، لان ما كنتش عارف نفسي ان انا اسلم في يوم من الايام. فين انت؟ انا اقول لك احنا نايمين على الارض، لو انا خدت فلوس من حد مش هنام على الارض انا ومراتي. يعني انا افتكر هنا في ناس يعني جم شافونا نايمين على الارض، اللي راح جاب مرتبه واللي راح جاب سرير واللي راح جاب شويه مواعين والكلام ده. لو انا واخد فلوس من حد مش هقعد في مصر اصلا، مش قاعد في مصر ذات نفسي. اهلي خدنا اقعد في مصر هنا بقى، وعيالي كل شويه ناس تقتعدهم، لا ناس مسيحيين يعرفوا الموضوع ده يأذيهم، لا مراتي ممكن تتخطف، ده كل شويه التانية، لا اخواتها ممكن يهددوها، لا اي حد من عندنا من عيلتنا يشتمها.
كل شوية يتكلموا عليها، لا ده مراتك مشت مع واحد، مراتك ما أسلمتش، لا انتوا مش عارف ايه. طبعا انا مراتي معايا ما مشيتش مع اي حد، هما بيقولوا الكلام ده ليه؟ مراتي قاعدة معايا والكلام ده، ممكن ما مشيتش خطوة بعيد عني، وانا ما خدتش فلوس من حد. لو كنت خدت فلوس من حد يعني يمكن ربنا اللي يعلم. انا كان بيجي عليا ايام ما كنتش بلاقي الاكل انا ومراتي، والحمد لله كان في الناس، يعني في ناس محسنين كويسين، يعني في ناس محترمين. هنعمل ايه بس، الحمد لله. تاني انا جيت من 15 سنة كنت بكلم اخويا الكبير بقول له عايز اسلم من الكلام ده، موت بالضرب، كنت هموت فعلا، يعني كنت هموت فعلا في الموضوع ده. بس جيت لقيت عرفت بقى ان انا غلطان، يعني ازاي اقول لهم انا عايز اسلم، يعني اقول لهم ازاي انا عايز اسلم وانا ما اعرفش، يعني اني كنت بحسب الموضوع ده عادي، طلع الموضوع ده في نصايب اصلا، يعني في لحظه كنت هموت. وعملت ايه؟ لولا الناس المسلمين اللي موجود هم اللي قالوا لي تعالى والكلام ده، وقعدوا هدوا فيا، كنت اتبهدلت فعلا، كنت هموت يعني. الحمد لله، يعني انا كنت ميت في الموضوع ده، عشان قلت لاخواتي بس انا عايز اسلم. ما بالك بقى لو هم طلعوني دلوقتي او شافوني، ده هم دلوقتي يمكن العيال الصغير بيقولوا هنقتله، لو لقينا عيل من عياله هنقتله هو كمان. ما بالك لو شافوني بقى هيعملوا فيا، يعني لغايه دلوقتي يعني مثلا بقى 4 شهور اهوت، يمكن بنزل المنصوره، لو نزلت المنصوره ما مشيش لوحدي، لاني عارف لو انا مشيت لوحدي 1000 منها هيطلع لي. وبعدين دول عيالهم ايه بقى؟ عيال، يعني عيال اخواتي انا عارفهم، واخواتي والكلام ده، وعارف الدنيا كلها. انا قاعد في حي كله، في شارع الكنيسه ده كله مليان مسيحيين، كله مليان مسيحيين، لو عديت منه ممكن ربنا اللي يستر. يعني اقول ايه بس؟ اذا كان العيال الصغار عندنا بيقول هنقتله، ما بالك الكبير بقى يعمل ايه؟ يبقى انزل المنصوره ليه؟ وبعدين انا قاعد، يعني هروح فين بعيد عن بلدي؟ دي المنصورة بلدي، هعاشر ازاي الناس والكلام ده؟ هعمل ايه يعني؟ انا ما كنتش، يعني انا كنت بجري اعمل ورق والكلام ده بصراحة. في ناس اول ما بيشوفوا انا بعمل الموضوع ده بيقفوا جنب مني كتير. هو فيش الا الموقف بتاع امن الدولة دي، لما قالوا لي امن الدولة عايزك عشان البطاقة، رحت فعلا كنت هتحبس، ما اعرفش يعني، كنت المفروض، يعني المفروض رايح استلم البطاقه بتاعتي، لقيت البطاقه متقطعه والورق كله بتاع الاشهار متقطع، ومش شمع بشمع الاحمر الزرق، واقول له عايزينك في امن الدوله والكلام ده. وكل ما اسال واحد يقول لي احنا يا ابني انت عملت مصيبه هتتحبس. بفاجئ لقيت الضابط بيقول لي انت معمول لك 150 قضيه. ما عنديش قواضي، ما عنديش حاجه لحد، ولا مسجل اصلا. انا كل اللي في حياتي كلها، القواضي اللي في حياتي كلها معروفه عند الحكومه، ان انا جبت انتريه في قلب الشقه وما دفعتش ثمنه، دي القضيه اللي عندي. والشقه والقهوه كنت جايب فيها شويه عده والكلام ده، واديني سبت القهوه في المحل بتاعي وسبت الانتريه اللي في قلب الشقه، ولا خدت لا ده ولا ده، انما ما عنديش قواضي لاي حد ابدا، ويمين بالله ما عندي حاجه لحد. ماشي، يعني يمينك حاسب بيه قدام ربنا، اللي انا ما عنديش حاجه لحد، انا كل اللي اخواتي خدوا كل حاجه، واللي عايز حاجه يروح ياخدها بقى من قلب الشيء، انما انا ما عنديش حاجه لحد. ماشي، 150 قضيه بتوع، يعني لا حرامي ولا الكلام ده، ولا ماشي مش وحش. ما اعرفش ال 150 قضيه دول طلعوا منين. ماشي، رحت اجيب البطاقه اتخدت من دار للنار، دول ظابط انا ما اعرفوش، ظابط في امن الدوله انا ما اعرفوش، زي وكيل النيابة كده. دخلت له قال لي فيها يا ابني، حكيت له الموضوع، قال لي ما تخافش يا عم، ده اهلك اللي عاملين لك كل دول، احنا اهلك بقى، احنا اهلك واحنا كل حاجة، وانت ما تخافش من اي حاجة. وقام عامل لي البطاقة، وقام جايب لي ورق جديد للاشهار، وقال لي ما تخافش، بكرة بإذن الله هسلمك البطاقة. فعلا جيت تاني يوم استلم البطاقة من السجل، لقيت الضابط بتاع السجل مرضاش، رفض يسلمني البطاقة. قالت يا عم البطاقة، قال لي ما فيش، لازم حد يجي يمضي لي هنا. من هنا لهنا جبت الضابط بتاع امن الدوله، ضابط بتاع امن الدوله اتصل عليه قال له ادوله البطاقه، قال له ازاي والكلام ده، قال له اديها له بضمان تاني الشخصيه.
طبعا الضابط الكبير ده في أمن الدولة هو اللي ضمني ضمان شخصي عشان يديني البطاقة، وأنا واخد البطاقة وخارج لقيت الضابط بتاع السجل قال لي خلي بالك لا تتحبس. اتحبس من ايه؟ انا ما عنديش حاجة لحد ولا عندي عواضد لأي حد، 150 قضية علشان أسلمت. طب وعشان عيالي أسلموا بقى وكم قضية؟ ولا مراتي؟ هعمل ايه بس؟ تقريبا ما هو اللي يعمل كده يبقى يعني، ما هو اللي واقف حاجة زي ديت ويقطع البطاقة والكلام ده يبقى نصراني، يا ده وصل يا إما الكنيسة بقى هي اللي محيا عليا، حاجة من التلاتة دول. لما ظبط يقطع لي ورق بطاقتي، طب إزاي؟ طبعا الكنيسة اللي هتبقى عاملة الورق، أنا عارف إخواتي، أما إخواتي يعملوا إيه؟ هما اخواتي يقدروا يطلعوا بره، ما انا عارف اخواتي والمستويات بتاعتهم فين. هي الشغل ده كله والقضايا دي كلها مش ما فيش بعيد عن الكنيسه اللي هتعمل ده كله. طب اذا كان يا حضره انا جيت رحت الضابط بتاع من الدوله في المنصوره قلت له عايز اجيب الحاجه بتاعتي اللي في الشقه، قال لي انت بايع حاجتك اللي في الشقه كلها وبايع الورث بتاعك كمان. طب انا بعته لمين؟ قسما بالله انا ما مضيت لحد ولا بعت اي حاجه، حتى العفش بتاعي ما اتباع، لا بعت عفشي ولا بعت شقتي ولا بعت الورث بتاعي لاي حد. طب بعته امتى؟ بعته الشغل دي شغل كنيسه، يعني الشغل دي ما خلاش عن شغل الكنيسه ابدا، هي دي الكنيسه ما بتعملش الا كده. انما الكنيسه لو عارفه انني لو الكنيسه على حق ما كانتش خدت حقي كله، لو خدت الورث بتاع بيتي حتى الورث اللي في القهوه بتاعتي خدته، حتى العفش انا شاريه خدته. يقول لك انا بقى ما بعتش حاجه لحد ولا ضبطت حاجه، انا من ساعه سبت الجمل بمحمل ومشيت، وبعدين الكفن ملوش جيوب واللي يحمل يشيل. انا شفت احنا كنا بنشر بشر الاسلام، لما كنت بتاخد الاشهار دي وبتروح تعمل بيه، بتروح تعمله في بتعمل اجراءات. فكان معانا واحد انا ما اعرفش، هو كان لابس جلابيه والكلام ده، افتكرته شيخ. فاحنا بنطلع المستندات لقيته هو كان قسيس ومصور بالتونيا بتاعته، بتونيا القسيس، وبيعمل اشهاره زي بفاجئ لقيته هو بيعمل، يعني احنا بنعمل مع بعض الاشهار والكلام ده، بفاجئ لقيته بيقعد بقول له، فقال لي مراته اتحبست. هو مراته كانت واقفه جنب منه فعلا، يعني مراته كانت واقفه، انا شايفها واقف معاها، هي خدوها كده وهي بتعمل البطاقه، قال لها انت دي تاني بتقعد تعمليها وعندك احكام والكلام ده، هي يهديكوا ربنا ما يرضوش يسيبوها يا عم، واخدينها على طول وهي واقفه معاه كده، المفروض تعمل البطاقه ما عملتش البطاقه، خدوها من الضر للنار كده. بصراحه انا كنت مش مصدق ان قسيس بحاله شبهه اسلم، انما كان واقف باشر اسلامه معايا هو ومراته. يعني هو الاسلام، يعني هو كل واحد يسلم تعمل له اي مشكله؟ عشان انا عايز افهم الاسلام ده ايه، يعني اللي بيسلم دي بيسلم ليه؟ احنا لا خدنا فلوس ولا خدنا اي حاجه ولا حد ادينا اي حاجه، وبعدين حاجه وحيده بس اللي احنا خدناها ان احنا بنسلم عشان خاطر ربنا، دي اللي احنا قبضناه، النبي بيسلم عشان خاطر ربنا. انتوا قلتوا مسلمين خطفوني ماشي، وخطوا وخدوا عيالي عشان اسلم، انا لا في سنيين ولا في حد حرضني ان انا اسلم، انا مأسلم برغم ارادتي لان انا عايز كده من زمان، ويمكن اخواتي عارفين الكلام ده، ويمكن الجيران عارفين الكلام ده. ولو مشيت مع واحده مسلمه عايز اتجوزها ولا اي حاجه، انا مأسلم انا ومراتي وعيالي، يعني ما اسلمناش عشان اي حاجه او عشان اي مبلغ مادي، احنا الحمد لله يعني كده. ها ربنا عندنا من فلوس احسن من فلوس واحسن من الكلام ده كله، ومش عايزين حاجه من حد ولا خدنا فلوس من اي حد ولا خدوا عيالي ولو دراعنا ومراته والكلام ده عشان نسلم ولا اي حاجه. الكلام ده ما حصلش ابدا، يعني الحمد لله. طبعا انا شفت قبل كده واحده اسلمت ماشي واخواتها موتوها،
وليالي واحد صاحبي اخته اسلمت، خطفوا عيالي، خدوا عيالها لغايه دلوقتي ما شاء الله.